السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مجددا في قناة مختصون في التبريد المنزلي. فيديو اليوم هيكون عطل على التلاجة لينير، وهو عطل الحساس اللي في الكابينة اللي تحت. الفيديو شرح نفسه، مش محتاج أنا أتكلم فيه كتير، ولكن عامل مقدمة ديت عشان أشكر الباشمهندس بلال الجوادي من تونس الخضراء. باشمهندس بلال الجوادي ده قدم لنا فيديوهات كتير على تلاجات اللينير، وعامل أكتر من تجربة الفيديوهات للتلاجات اللينير عشان يقدم لنا او يقدم لقناه مختصون في التبريد المنزلي بعض معلومات على الثلاجه اللينير، ويقدم لنا الرمشات، ويقدم الحساس بيعمل ايه، والسخان والكمبروسر لما يتشال هيعمل ايه بالظبط، وبعض اعطال مشبكه. وعمل اكتر من فيديو لنا في قناه مختصون في التبريد المنزلي على الثلاجه اللينير على اكتر من موديل، والمقارنه ما بين الثلاجه اللينير والثلاجه الانفرتر للصناعات العاديه خالص. بنقدم له التحيه الباشمهندس بلال الجوادي من تونس الخضراء، بنقدم له التحيه وربنا يجعلها في ميزان حسناته يا رب ان شاء الله. الباشمهندس بلال الجوادي من الناس المجتهدين جدا، والناس اللي بيحبوا شغلهم كويس جدا جدا. بنقدم له التحيه من مصر لتونس، وان شاء الله ربنا يوفقنا جميعا ان شاء الله، وربنا يجعل الفيديوهات ديت في ميزان حسناته باذن الله سبحانه وتعالى. ونحاول على قد ما نقدر احنا في قناة مختصون في التبريد المنزلي نقدم لكم كل جديد، وكل معلومه توصل لنا بنقدمها لكم. مش شرط ان كل حاجه بقدمها بنفسي، في بعضك في ناس بتكون خلف الكواليس ما هيش باينه، في ناس ما تحبش بعضك اسمها يتذكر، ولكن في بعض الناس لازم نذكر اساميهم. يتابع الفيديو، والفيديو شرح نفسه بالتفصيل، وان شاء الله ربنا يوفقنا جميعا ويوفق الباشمهندس بلال الجوادي.
السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.